الناس بما ان هي متابعه على الشأن العام بشكل كبير في الفتره اللي فاتت دي لاحظوا صدور مجموعه من القرارات الجمهوريه القوانين يوم 8 ديسمبر، يعني هي المفروض ان هي اتمضت يوم 6 وصدرت في الجريده الرسميه يوم 8، فيما يتعلق بادخال بعض التعديلات على مجموعه من قوانين الضرائب، يعني على راسها طبعا تعديل قانون الضريبه العقاريه وتعديل بعض مواد الضريبه على الدخل وتعديل بعض مواد القانون بتاع الضريبه على المبيعات وضريبه الدوله. هم دول المفروض الاربع قوانين. تم استهداف 50 سلعه وخدمه لرفع اسعار عليه. طبعا اللي حصل انه الاعلام الحكومي قاعد يقول انه دي الخمور والبيره والسجاير وكلها سلع ضاره وهي سلع ترفيهيه والمياه المعدنيه والمياه الغازيه والحاجات دي كلها، وده غير صحيح لانه ده مجرد يعني هم اخذوا اول اربع خمس سلع مكتوبه في الجدول، انما طبعا لا، في مجموعه سلع وخدمات عليها تساؤلات عديده، يعني من ضمنها مثلا الاعلاف، من ضمنها المبيدات الحشريه والاسمده اللي هي مدخلات للانتاج الزراعي اللي هي هتاثر على الفلاحين بشكل مباشر وعلى كافه المصريين بشكل غير مباشر، اللي هم بييجوا يشتروا اكل كمان شويه هيعلى سعره في مقابل رفع هذه الاسعار. فمثلا هنلاقي هنا انه من ضمن الصنوف او الاصناف اللي تم زياده عليها او فرض عليها الضريبه بتاعت المبيعات زيوت نباتيه غير المدعومه، يعني تم استثناء الزيت بتاع التموين، انما زيوت نباتيه للطعام ثابته سائله جامده منقاه مكرره زيوت وشحوم حيوانيه ونباتيه مهدرجه جزئيه الى اخره. فطبعا احنا بنتكلم هنا عن سلع غذائيه جزء كبير جدا من المصريين بيعتمد عليها، يعني انا ما اظنش ان الغالب من المصريين النهارده بيعتمد على الزيت بتاع التموين. بات التذاكر بتاعت القطر تم وضع عليها الضريبه 10%، وكذلك بالنسبه للنقل بين المحافظات، وكذلك طبعا بالنسبه لموضوع المحمول، لان طبعا هم كانوا عم يفكروا في زياده الضريبه على المحمول اللي هي 18% بالاضافه الى تحصيل ضريبه المبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحه محمول جديده. ضريبه المبيعات هي ضريبه غير مباشره لانه لا يتم جمعها بشكل مباشر من المواطنين على حسب قدرتهم على الدفع، انما بيتم تحصيلها كنسبه من اسعار السلع. الضرائب غير المباشره هي ضرائب رجعيه، يعني عكس الضرائب التصاعديه، لان هي بتحمل فعليا المواطن الافقر العبء الاكبر. التعديلات الضريبيه دي يعني استحدثت بعض الشرائح، وطبعا اكثرها يعني اللي تم الاشاره ليه هو شريحه دخل ما بين 45,000 جنيه في السنه لمليون جنيه في السنه، كلهم بيخضعوا لنفس سعر الضريبه. بحيث انه في النهايه الاعلى دخلا بيدفع سعر قريب جدا من الاقل دخلا، يعني هو في النهايه اللي بياخد 50,000 جنيه في الشهر في السنه مش ده اللي بياخد مليون جنيه في السنه، انما الاثنين بيدفعوا نفس السعر في النهايه. وزير الماليه اللي بقاله سنه بيتفاوض مع صندوق النقد الدولي واللي هو استمر بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي، هو في النهايه كان يعني ابرز الوجوه في وزاره الماليه ايام يوسف بطرس غالي، وبالتالي احنا بنتكلم عن نفس الفريق، بنتكلم عن نفس المجموعه، بنتكلم عن نفس القناعات ونفس التصورات، وبنتكلم عن نفس العلاقه مع صندوق النقد اللي هو عاد مره اخرى الى الصوره بشكل مذهل وبشكل سريع جدا. برنامج الحكومه ده طبعا بيشمل السياسات العامه الاقتصاديه والاجتماعيه الاساسيه، وطبعا على راسها السياسات الماليه على مدى عده سنوات الجايه، عشان الصندوق مش هيدي الفلوس كلها دفعه واحده للحكومه، وهيراقب الحكومه هتطبق ايه ومش هتطبق ايه. وبالتالي الحكومه كانت راغبه في اظهار التزامها بما تم الاتفاق عليه من خلال مجموعه من الاجراءات اللي بتظهر التزامها بهذا الامر. فمثلا نلاقي انه تم اتخاذ القرار بتاع رفع الدعم عن بنزين 95 في الاول خالص، وتلاه رفع الاسعار بتاعت المحروقات يعني بتاعت الوقود للمحطات الكهرباء وما ترتب عليه من القرار بزياده اسعار الكهرباء بنسبه تتراوح ما بين 45% ل 50% وتسري باثر راجع من ديسمبر، فالناس ابتدت تحس بالفواتير بتاعتها. وطبعا برضو في صدر قرار بقانون ما حدش اخد باله منه بترشيد توزيع انابيب البوتاجاز من الاول من يناير اللي هي مع بدايه الشتاء، اللي هو بناء عليه الانبوبه هتتوزع ب 8 جنيه للي معاه بطاقه واللي معهوش بطاقه يشتريها ب 30 جنيه من يعني من السوق الحر. دي كلها مجموعة قرارات الغرض منها بالأساس هو إظهار إن الدولة ملتزمة بتخفيض العجز بتاع الموازنة من خلال تخفيض بند الدعم اللي هو له علاقة بالإنفاق. اللي حصل طبعًا إنه نتيجة الأزمة السياسية الجارية تم اتخاذ القرار يعني صدر قرار جمهوري بتأجيل تنفيذ
التعديلات على قوانين الضرائب، هو مش إلغاء، هو تأجيل، برغم أن هي علقت وفي الأغلب العام هيجري تنفيذها أول ما الاستفتاء يعدي، إلا أنه صندوق النقد اعتبر أن دي بادرة لعدم الالتزام ولعدم قدرة الحكومة على الالتزام بما تتخذه من قرارات، وطبعا ده شيء ملحوظ يعني. وترتب على ذلك أن هم اتفقوا مع بعض أن هم يأجلوا النظر في القرض اللي ب 4.8 مليار دولار شهر من دلوقتي.